الاقتراحات اللي غادي نقدم لكم اليوم. وغادي نبداو برغيفات معمرين بالكفته كيجيو ساهلين ولذات في نفس الوقت. غادي نحتاجو في العجين يعني غادي نحتاجو نص كيلو ديال الطحين فورس، معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ثلاثه المعالق كبار اما زيت روميه اولا زيت بلديه، شويه ديال الملحه والماء دافي اللي غادي يكفانا باش نجمعوا العجينه. غادي نعاود بالنسبه للعجينه درغيف، نص كيلو ديال الفورس، معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، شويه ديال السكر سنيده تقريبا معلقه صغيره، ثلاثه المعالق كبار زيت روميه ولا زيت بلديه، قبيصه ديال الملحه والماء دافي اللي غادي يكفانا باش نجمعوا العجين. فبالنسبه للطريقه هو انه كنجمعوا العجينه بالطريقه العاديه، نديروا قصريه ونديروا فيها نص كيلو ديال الفورس، نديروا في حفيره معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، معلقه صغيره السكر سنيده، شويه ديال الملحه، ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت الروميه ولا البلديه، ونخلطوا. من بعد نبداو نجمعوا بالماء دافي اللي غادي يكفانا حتى تجمع لينا العجينه. العجينه غير نجمعوها بلا ما ندلكوها، نجمعوا غير العجين ونخليه شويه خفيف، ويعني ما يكونش قاصح نهائيا، نخليه شويه خفيف وغادي نغطيه ونخليه حتى كيخمر مزيان. ملي كيخمر لينا هذيك الساعه كنقطعوا العجينه على شكل كويرات يكونوا صغار، وكنطلقوهم بالزيت يعني بالطريقه العاديه كيف كنديروا في الرغيف. وفي هذيك الوقيته اللي تكون العجينه كتخمر لينا نمشيو نحضروا الحشوه، يعني غادي ناخذوا المقله نديروا فيها شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نشحروا فيها جوج بصلات يعني خضريه اولا البصله البيضاء ولا البصله العاديه الحمراء، غادي نشلضوهم رقيق يكونوا مقطعين مزيان مشلضين رقيق، وغادي نشحرهم في شويه ديال الزيت البلديه. ملي تبدا تنزل لينا البصله غادي نضيفوا كميه ديال الكفته على حسب اللي موجود، 10 دراهم 20 درهم ربعة الكفته على حسب. وغادي نحاولوا ان هذيك الكفته نبقاو نوركوا عليها بالمعلقه ديال الخشب حتى تفرست لينا مزيان وتشحر. ديك الساعه نزيدوا عندنا يعني صلصه ديال المطيش هذيك اللي كنديروا في البيتزا الا عندنا، غادي نهزوا منها غير معلقات قليله تقريبا جوج معالق كبار ولا ثلاثه، وغادي نضيفوهم على الخليط. ما عندناش نديروا معلقه كبيره ديال الحك مطيشه، فلكم اختيار اولا صلصه المطيشه اللي كتباع. غادي نهزوا منها شويه جهد معلقه جوج معالق على حسب الحموريه اللي كتبغيو. بغيتو تستغناو عليها غادي ديروا غير شويه ديال التحميره وربع معلقه صغيره ديال الحك مطيشه يعني مخلطه مع شويه ديال الماء دافي نحلوها فيه ونديروها. فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم صلصه المطيشه اللي بغيتو انكم تضيفوها، ما بغيتوش اكتفيو فقط بحك مطيشه معلقه صغيرة اولا غير شوية ديال التحميرة. ملي كنخلطو هادشي كله مزيان بصلة مع الكفتة وقلنا مع مطيشة، ديك الساعة كنضيفو شوية ديال الملح شوية ديال الابزار، كنضيفو شوية ديال التحميرة وشوية ديال الشونية الحارة. ما نكثروش الشونية الحارة ولكن غير ندير واحد الطريقة صغيرة باش كيلدو لينا هاد البريوات اولا هاد الرغيفات اولا اي نوع ديال الحشوات كيجيو لذاد بهداك شوية ديال الحار، غير هو ما يكونش كثير بزاف حتى انه تجينا حارة وفي نفس الوقت ما تكونش ما فيهاش، يعني واحد الطريقة صغيرة كدير الفرق. وكنخلطو مزيان وخارج العافية غادي نضيفو شوية ديال المعدنوس مقرد رقيق اولا التوم القصبي، وديك الساعة كنخليوهم حتى دائما هاد الحشوه ملي تشحر لينا مزيان البصله مع الكفته مع مطيشه كيف قلنا صلصه المطيشه اللي بغيتو انكم تضيفوا. ما بغيتوش ديروا صلصه المطيشه ديك الساعه اكتفيو اما بربع معلقه صغيره ديال حك مطيشه اولا التحميره مع الشونيه الحاره. ملي طفيو على البصله والكفته ملي طيبوا لينا ديك الساعه كنتبلوهم، يعني كنتبلوهم قبل مع الكفته مشوي الملح الابزار والعطريه اللي بغيتو، من بعد كنطفيو عليهم العافيه وكنديروهم في واحد الشبيكه يتسقطروا، ضروري نديرو في شبيكه يتسقطروا باش ما تقطعش لنا الورقه او العجينه درغيف كيف ما تنقولوا دائما، ونضيفوا شويه ديال المعدنوس او التوم القصبي باش يبقى طري، وكنخلطوا وكنخليوه في ديك الشبيكه كيتسقطر مزيان. ملي كتسقطر لينا صافي ديك الساعه كنمشيو وكنرجعوا لهذوك الكويرات ديال العجينه اللي قطعناهم كويرات صغار، وكناخذوا الزيت كنحطوه قدامنا وكنقرصوا غير بالزيت وكنبقاو نوسعوا في هذيك الكويره حتى كتحل لينا مزيان. وديك الساعه كنديروا شويه من هذيك الحشوه بعد ما بردت لينا مزيان، نهائيا ما فيهاش لا زيت لا ما، يعني نهائيا مسقطره مزيان. ثم كنهزوا شويه ناشفه هذيك الحشوه وكنديروها في الوسط وكنلويو عليها يعني بالطريقه العاديه ديال الرغيف، كنلويو من الجهه من بعد كنمشيو للجهه المقابله ديالها، يعني كنمشيو يعني اليمين واليسار كنحاولوا اننا نسدوها على شكل رغيفه. ودائما في الرغيف الجهه ما كان ملي كنبغيو نسدو الرغايف ما كنديروش الوجه ديالهم بجوج في الفوق، دائما وجه الفوق وكنسدو بالمطب بوحده التحتانيه باش هذيك الحشوه ما كنضمنوا انه ما تخرجش لينا وكتجي بحال مضوبله. دائما داك التحتاني ديال العجينه كنديروه لتحت صافي، وكنبقاو غاديين حتى كنكملوا العجينه. كتكون ضروري ان تكون عجينه مرخوفه ما تكونش قاصحه مرخوفه صافي، ندلكوها غير واحد شويه ونغطيوها ونخليوها كتخمر مزيان. ملي كترخف لينا وكتخمر
كنحلوها شويه باش يعني ينزل منها الهواء يخرج منها الهواء، ثم كنقطعوا على شكل كويرات. الكويرات انا بغيناهم يعني رغيفات غير بريستيج هكا صغيورين، فغادي نديروهم قد المشمشه يعني كويرات صغيورين، وكنعمروهم بالحشوه. وديك الساعه ملي كنكملوا على شكل رغيفات مربعين كنستفوهم في لاطه ديال الفران، وكناخذوا البيض كنحلوه مع شويه ديال الخل، قطرات من الخل اولا شويه ديال الحليب اولا شويه من الصوجا اولا واحد شويه صغيره من القهوه سريعه الذوبان على حسب، اولا شويه من يعني حكمطيشه هكا اللي بغى اللون احمر، اللي كيبغي اللون شويه احمر بحال ذهبي، فعلى حسب الاختيار ديالكم الاضافات اللي بغيتو باش بغيتو تدهنوها. وكناخذوا الشيته وكندهنوا الوجه ديال هاد الرغيفات وكندخلوهم الفران حتى كيطيبوا كيتحمروا، وديك الساعه لكم الاختيار، بغيتو انكم طيبوهم في الفران ويبقاو يعني رطبين هذيك الساعه القياس ديالهم غادي تخرجوهم، بغيتو انكم تقرملوهم راه كيجيو مقرمشين يعني غادي تخليهم في الفران اكثر، فعلى حسب الرغبه ديالكم كيجي ولدات بزاف. ونتمنى انكم تكون وصلتكم الفكره ديال هاد الرغيفات اللي هما مناسبين ديك الساعه هنا عمرناهم بالكفته. نتوما لكم الاختيار اي حشوه بغيتوا عمروها، حتى بالخضره كيمشيو مزيانين يعني غير بخيزو والقرعه الخضراء وال يعني والبصله، فكيجيو ولدات فعلى حسب الاختيار ديالكم.